عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. أول اليوم رح ناخذ درس الرفق بالحيوانات. رح نتعرف اليوم على معنى الرفق ومعنى العطف. رح نتعرف كمان على أهمية الرفق بالحيوان والعطف عليه كيف يكون، ورح نتعرف على أجر مساعدة الرفق بالحيوان. سنقوم بالتعرف ما معنى على الرفق بالحيوان. حسن الإسلام على الرفق بالحيوان، أي أن نعطف عليه ونعامله بطريقة حسنة ونقدم له الطعام والماء. لاحظ هذه الصورة، هذا ولد يعتني بكلبه، هذا ولد يعطف على كلبه ويلعب معه. هذه تعبر على الرفق بالحيوان، يعطف على الكلب. لاحظ كيف الكلب مستمتع وهو بيلعب معه. لاحظ الصورة الثانية، هذه صورة كلب يشرب، سقيا الماء للكلب. هذا كلب عطشان، قمنا بتقديم الطعام له وقام بشرب الماء. هذه سقاية الماء أيضا تدلنا على الرفق بالحيوان. لاحظ الصورة الثالثة، كلب يأكل. لاحظ هذا الكلب يأكل أيضا، عندما قام الكلب وشعرنا أن الكلب جائع قمنا بتقديم الطعام له. هذا يمثل أيضا الرفق بالحيوان، هذه الصور جميعها تمثل الرفق بالحيوان. أما الصورة الرابعة، لاحظ هذا الكلب كان مريض، قمنا بإرساله إلى طبيب بيطري. الطبيب المسؤول عن الحيوانات هو طبيب بيطري، قام برعايته والعناية به وتقديم الدواء له. هذه صور الرفق بالحيوان. يحكى أن هناك رجلا دخل الجنة في كلب. تعالوا نقرأ القصة ونشوف كيف دخل هذا الرجل الجنة في كلب. بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، كان عطشان كتير ومش لاقي مي بالمرة والدنيا حر كتير. وهو رجل يمشي في الصحراء ما في مي بالمرة وهو عطشان كتير. فجأة وجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج، نزل جوا البئر شرب مي وطلع. لما طلع وجد كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، عطشان كتير. فقال الرجل، لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، يعني هذا الكلب عطشان زي ما أنا عطشت حس فيه. شو عمل الرجل؟ نزل البئر وقام بتعبئة حذائه بالماء وقام وخرج من البئر وسقى الكلب فدخل الجنة. تعالوا نميز أي الصور التي تدل على الرفق بالحيوان وأي الصور التي لا تدل على الرفق بالحيوان. هذه الفتاة تقدم الطعام للدجاجة، إنها تعطف عليها وتقدم لها الطعام، نعم هذا رفق بالحيوان. هذا الأسد قمنا بوضعه في قفص ومنعنا عنه الطعام، شوف كيف نكشر زعلان وجوعان، لم نقدم له الطعام. هل هذه رفق بالحيوان؟ لا، هذا ليس رفق بالحيوان، يجب أن نقدم له الطعام والشراب، من أين سيحصل عليه وهو داخل القفص؟ لاحظ هذه الصورة، الطبيب يفحص الكلب لأنه مريض، قدمنا له العناية الطبية. وطبيب الحيوانات يسمى طبيب بيطري، الطبيب البيطري هو الذي يعالج الحيوانات. لاحظ هذا الولد، هو ما عنده ملل وقام باللعب، فكر أنه هو بده يلحق القط ويضرب القط، هل هذا رفق بالحيوان؟ هذا ليس رفق بالحيوان، هذا تعذيب للحيوانات، هذا سلوك غير صحيح ولا يدل على الرفق بالحيوان. لاحظ هذا الولد يقوم بتغسيل الحيوان وتنظيفه، نعم إنه يدل على الرفق بالحيوان. قام بتغسيل الكلب وتنظيفه من الأوساخ التي تكون عليه، هذه تدل على الرفق بالحيوان. لاحظ الصورة الأخيرة، يوجد عش على الشجرة ويوجد به بيض للعصافير. جاء رجل وقام بأخذ البيض من العش، هل هذا رفق بالحيوان؟ حرم الأم من أولادها، أخذ البيض وحرم الأم من أولادها.